تشهد أغلب المناطق الشمالية خاصة الساحلية منها ارتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى عن المعدل الفصلي، أين تعدى درجات الحرارة حاجز 38 درجة تحت الظل بالسواحل الغربية والوسطى. وحسب النماذج الرقمية العالمية للرصد الجوي، فإن الارتفاع في درجات الحرارة يعود إلى اندفاع كتلة هوائية حارة قادمة من عمق الجنوب، تعود إلى انحسار مرتفع جوي متمركز على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط ممتد إلى غاية وسط أوروبا، مما سيعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة. وفي نفس السياق، أكدت مصالح الأرصاد الجوية على أن درجات الحرارة القصوى المسجلة على المناطق الشمالية تبقى مرتفعة عن المعدل الفصلي، حيث ستتراوح بين 38 و39 درجة يومي السبت والأحد على الخط الرابط بين شلف، غليزان وولاية معسكر. وفي ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، تفادي الخروج أوقات الذروة السبيل الأنجع لتجنب ضربات الشمس.